على الطريق الأحمر أو الأزرق، وحنجرب ننتقل من النقطة ألف إلى النقطة ب. اللي حيوصل الأول هيبقى هو الخسران، وده الجديد في برنامجنا، يعني اللي حيمشي ببطء ويوصل للآخر هو اللي حيكسب. المتسابق اللي رجله حتلمس الأرض يبقى خسران أربع مرات. يس. أوكي يلا بسم الله. جاهزين؟ بسم الله. جاهزين عند الصفارة. تفضلوا. احمد خسر، هتقشره على الارض. لا 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 احمد بجد اديني خسرت. مش مصدقه انت عملت كده عشاني صح؟ لا انت كسبتي والله. احلف والله العظيم. اه والله. بعد في ثلاث محاولات ركزوا. يلا اتفضل. ثاني بقى. اتفضلوا. ياس انا كسبت. عشان اكيد كسب احمد لانه وصل متاخر. اه برافو. حاولت بس هو عنده حاجه في الاخر بطئ نفسه. مره طلعت قرده بتعرف تركب عجل كده كويس حبيبي. يلا جاهزين احمد؟ يلا. بره اوكي ان شاء الله. اتفضل. انا رحت خالص المره. حلو حلو حلو. يا سقه ده انت بقيت فروت في البتاعه دي. سوري يا درة احنا اسفين. 2-1 للسقة. معلش. ليه شرف ان انا كتبت مرة. قولوا يا رب. اوكي احمد اذا كسبت انت هلأ بينتهي الجيم وبتكون انت الكسبين. يلا على الخط الابيض لو سمحتوا. جاهزين ان شاء الله. يلا 1-2-3. ياس احمد السقا يكسب اول لعبه من اغلب السقا. يعني مين دلوقتي؟ تعالوا لي يا حبايبي تعالوا لي. انت بتبطئ نفسك ازاي؟ مش عارف حاولت ابطئ نتيجه اللعبه. 1-0 للسقا.